لوكا ترند هي الفقرة اللي هنستعرض فيها أبرز ترند في الأسبوع. الأسبوع ده الترند الأبرز بالتأكيد هو مباراة القمة بلا أي نقاش، مباراة ما تستحملش غير الفوز والثلاث نقاط. عشان كده طلبنا من جمهورنا في الشارع إنه يبعت رسالة دعم لعيبة الزمالك قبل مباراة القمة تحت عنوان هتاف الجمهور الشهير بالدم والروح الدوري مش هيروح. تعالوا كده نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الزمالك قدامه فرصه ذهبيه ان هو يقعد في ماتش اللي قدام الاهلي ده، وان هو يثبت نفسه ويقدر كمان ان هو يتفوق على الاهلي بفارق يعني هدفين ثلاثه ان شاء الله. وهو اصلا يعني دي فرصه دي لازم يتمسك بيها، وان شاء الله الدوري مش هيروح. والله انا بوجه الرساله للعيمه، اقول لهم ان شاء الله لازم بكره تفرحونا وتبسطونا، عشان احنا فعلا زعلانين الفتره اللي فاتت دي كلها، زعلانين بجد والله، واحنا في ظهركم مش سايبينكم، وفي ظهركم مش سايبينكم. ان شاء الله الدوري مش هيروح، ان شاء الله يعني لعبتنا هتكسب ولعبتنا رجاله، الدوري مش هيروح ان شاء الله. ان شاء الله اللعبه تبقى رجاله، وباذن الله الدوري زملكاوي ورجاله تبقى اللعبه تبقى رجاله ان شاء الله. ان شاء الله يعني ربنا يوفقهم كده، ويعني ياخدوا الماتش وكده، وان شاء الله يعني الدوري مش هيروح. ان شاء الله نادي الزمالك قوي، وان شاء الله الدوري مش هيروح مننا، وان شاء الله احنا هنحفزه اكتر. انتوا لعيبه رجاله، وان شاء الله الدوري مش هيروح، وشدوا حيل. ان شاء الله الزمالك مش هيخسر والدوري مش هيروح. ان شاء الله نكسب، واهم حاجه اللعيبه تصالح الجمهور بتاعها، عشان ده هو المطلوب اهم حاجه، وربنا معانا ان شاء الله في بكره، والدوري ان شاء الله مش هيروح.